السلام عليكم، معكم الشيفة مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل دجاج مسالة، أكلة هندية، وأنا غيرت بها بعض الأشياء خليتها تصير قريبة إلى مطبخنا العراقي. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 2 كيلوغرام أفخاذ دجاج، شلت منه الجلد وغسلته بملح ونشفته وخليته هنا. وممكن تستعملون دجاجة كاملة وتقطعوها بنفس الطريقة. وضفت له 1 عصير ليمونة و1 كوب لبن رائب، اي لبن عندكم ممكن تستعملوه. وضفت له 1 ملعقة اكل كركم و1 ملعقة اكل ملح. راح اخلطه زين حتى يتغلف الدجاج كله بهاي المواد اللي ضفناها، واتركه لمدة ساعة. بعدين ابدا احضر كل الوصفة. هسه مثل ما تشوفون انا دا اخلطها وراح اتركها على جهة شوية. ضفت لها بعد كركم، صار عندي تقريبا 1 ملعقة اكل، هاي انتو تلاحظوها. وهنا بديت احضر المسالة. عندي 1 ملعقة اكل كزبرة حب، و1 ملعقة اكل فلفل اسود حب، و1/2 ملعقة اكل كمون حب، و1/2 ملعقة اكل حلبة اذا متوفرة عندكم حب. وهنا ضفت له تقريبا 1/2 ملعقة شاي شطة. عندي ناشف انا بس مجرد هيجي ضغطت عليه تكسر، ممكن تستعملون الشطة الجاهزة اللي تنباع المجروشة، وهاي حسب الرغبة. انا ما احب اخلي هواية، هم يخلون طبعا 10 إلى 15 حبة من هذا الفريش، يعني مو يابس، الحار، واحنا ما نتحمل طبعا معدتنا خربانة، فلهذا نخلي قليل من البهارات الحارة يعني حتى لا واحد يتأذى. وهاي حسب الرغبة تقدرون تضيفون اكثر. حمصته بدون دهن على نار متوسطة وطلعت الريحة تخبل وطيبة. وهنا راح اجرشها، واذا عندكم طاحونة يكون افضل. هنا عندي 5 إلى 6 سن ثوم ضفته وجرشته. هنا انا جرشتها وضفت لها 1/2 كوب مي، وراح اجرشها بعد، وراح تنخلط البهارات ويا الثوم والريحة كلش طيبة. وهنا تركتها على جهة وبعدين راح استعملها هاي البهارات. 3 ملعقة اكل سمن نباتي، او ممكن تستعملون الزيت بس السمن كلش طيب سواها. هنا عندي هذا الدجاج اللي تركناه لمدة ساعة، راح اقليه واتركه الى ان شوية يستوي نص استاوي، لانه انا راح اطبخه مرة لاخ. بهالصورة خليته وراح ابقى اراقبه يعني واقلبه كل شوية الى ان يستوي شوية، يعني شوفوا تغير لونه شوية. وتأكدت انه استوى تقريبا، يعني يحتاج لبس شوية بعد طبخ. راح اشيله وابدي احضر باقي الخلطة. هنا مثل ما تشوفون انا قلبته بهالصورة، هذا هاي الوصفة هندية طبعا، بس انا غيرت بيها شوية. هم يسووها بدون صلصة بس انا خليت بيها صلصة وقدمتها ويا البرغل. طبخت برغل على جهة وقدمتها وياه وكانت كلش طيبة وعجبت العائلة، وممكن تقدموها للضيوف اذا عندكم ضيوف، تكون اكلة جديدة ولذيذة جدا. هسه هنا مثل ما تشوفون شلت الدجاج بهالصورة وراح اقلي باقي الدجاج، بس انا راح اختصر لانه يطول عليكم الفيديو. هنا الخلطة اللي بقت، بقايا التتبيلة اللي بقت من الدجاج اللي بها اللبن والكركم والليمون، ضفتها هنا على الدهن المتبقي. وضفت الخلطة مالت البهارات اللي حضرناها وخلطناها. وهنا ضفت 1 ملعقة اكل فلفل احمر حلو باودر، يعني بابريكا. هم يخلون طبعا تشيلي باودر بس انا ما خليت لانه تأذي، هي نفس الطعم بس ما بها حرارة صارت الاكلة. هنا بقيت اقل وضفت له شوية مي، تقريبا 1 كلاس مي. انا اريد هاي الخلطة يطلع لي منها صلصة. هنا رجعت الدجاج عليها مباشرة
راح اترك الدجاج يستوي، راح اغطيه واتركه يستوي، وبعدين اوطي النار وراح تصير عندي صلصة كلش طيبة. ومثل ما قلت لكم انا حضرت الى جانب هاي الوصفة البرغل، صارت كلش طيبة مثل ما تشوفون. كل شوية ابقى اقلبه، واخذ وقت تقريبا 30 الى 35 دقيقة، وصار بهالصورة. وشوفوا هاي الصلصة مالت شلون شكلها طيب، وقدمتها ويا البرغل مثل ما قلت لكم، وهذا شكلها النهائي. جربوها ان شاء الله تعجبكم، والف عافية. ولا تنسون تسوون لايك للفيديو وتنشرون الفيديو بين اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وتسوون اشتراك بالقناة اذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الاكلات العالية.